فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان السائد في البلد وعرف البلد، إذا كان السائد في البلد والعرف في البلد هو لبس الثوب فوق الكعبين بقليل، يقول هل يعد لبسه نصف إلى نصف الساق من لباس الشهرة؟ إذا خالف لباس البلد وأهل البلد على السنة وخالفوا هل يعد من الشهرة؟ نعم، لأنهم يشيئون بها الظن ويصير محل كلام للناس واستغراب. هذا الإنسان ما يخالف المجتمع الذي لم يعمل محرما وإنما هو على سنة. الكعب ما كان من الكعب فما فوق هذا سنة كله. إن كان أهل البلد يلبسون كلهم إلى نصف الساق البس، إذا كانوا يلبسون إلى الكعب البس، إذا كانوا يلبسون بين الكعب وبين نصف الساق البس مثلهم. يا أخي كله سنة والحمد لله. نعم.